السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رايحين لفرانكفورت. ليش؟ هواي ناس تسأل ليش. راح نسولف بالطريق هواي شغلات، ان شاء الله تستفادون من هذا الفلوق. اليوم طالعين لفرانكفورت، شنو السبب؟ شنو وضعيتنا؟ ليش رايحين؟ ليش جايين؟ ليش صار فتره منقطعه عن اليوتيوب؟ كله راح نسولفه بالطريق لحد ما نوصل لفرانكفورت. خليكم وياي. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. اشتاق لكم هواي هواي، رجعنا لكم مرة ثانية. شنو سبب روحتي؟ قلنا لفرانكفورت. اليوم رايحين لفرانكفورت لأنه صار لي 6 أشهر أنا مقدم على تجديد الجواز العراقي. هواي ناس كانت تقول لي علاوي شغلة طول سنتين، وأنا قدمت من شهر 10 يعني العام. الحمد لله والشكر يعني ما طول بس طول 7 أشهر. يوم قبل اسبوع والله خابروني قالوا لي تعال علاوة على مود تستلم البصم، مو تستلم يعني هاي 7 أشهر حتى ابصم. فهسه اليوم رايحين على مود نبصم كليتنا انا وزوجتي وابني، ونرجع وننتظر بعد الله اعلم 3 أشهر 4 أشهر لحد ما يجي موعد تسليم الجواز. هاي نقطة. نقطة ثانية علاوي، وين صار لك هاي الفترة؟ صار لك ما يقارب 80 أو 90 يوم انت ماكو. اخر فيديو سويته اني على القناة شرحت بيه، قلت لكم انا راح اطلع على شغل جديد وراح اروح يعني، وما اعرف اذا اكمل او لا، والفترة هاي اقدر اشتغل بيها او ما اشتغل بيها. للأسف انه هاي الفترة اضطريت انه انطي كل وقتي وكل جهدي للشركة، والحمد لله والشكر طلعت بنتائج كلش حلوه يعني ما كنت متوقع اللي راح يعني راح يصير، صار اللي اتمناه واقدر. فهاي الفتره كنت من يعني ملتهي بيهم لان اريد كل شيء اتعلم، كل شيء اعرف، يعني اريد اصير ضمن الشركه، احد التيم من الشركه، التيم مال الشركه. هسه بما انه انا انضميت لهذا التيم واستقرت اموري ارتاحيت نفسيا، فقررت ارجع مرة ثانية للقناة واسوي لكم شغلات حلوة ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كلكم تتونسوني يعني. الحمد لله وشكرا على كل شيء صار وياي، وان شاء الله جاي افضل واحسن. وخليكم ويانا راح نباوع مناظر هواي حلوة بفرانكفورت. اليوم راح نقضي يوم كامل، ولو الجو اليوم مطر وغيم، بس بالنسبة لي حلو هذا الجو يعني. خليكم ويانا وإن شاء الله شوفون ويانا مناظر كلش حلوة، ونسولف عن مواضيع كلش حلوة إن شاء الله. باعوا على المنظر شباب، هاي احنا على طريق فرانكفورت، باع المنظر خرافي بس باعوا.
جاي امشي على كيف طبعا على مو بس اصوركم مكان. سبحانك الهي شنو خالق متبوعهم بس خضار هنا. وهذا حسين عزونا شلونك؟ يلا خلنا ننزل تعال تعال تنزل حسوني. لا شلونكم شو اخباركم؟ صار فتره من قطع وياكم ما جاي انزل شيء بس ملتهي الله شاهد بالشغل. المهم حبيت اسولف وياكم شغله حلوه صغيره واتمنى انه تسمعوني، يعني ادري ما تسمعوني بس سمعوني هالمره. اكو مسلسل نزل على العراق او هيك شيء ام بي سي عراق وهيك سوالف مال بنيه اسمها طيبه او ما طيبه هيك منزليها. راح اعطيكم فد مثال صغيروني. تخيلوا هذا البلد اللي هو المانيا يشتغلون على بلدهم، يعني من يدخل جامعه لازم يطور من نفسه حتى يصنع أجهزة، حتى يصنع سيارات، حتى يبني الطرق، يبني بنايات. إحنا انطونا مثال بالمسلسل العراقية اللي نزلوه مع الطيف إنه من تدخل الجامعة شلون تحب، شلون تكبل، شلون أنت والله فقير والتزنقين بعدهم على سوالف القديمة اللي مال جد وجدك أيام قبل اللي كانوا يسولفون بيها، هاي مال والله شلون والله سوالف مال شلتاغ وما شلتاغ وهالحب وما حب. احنا بزمن نريد نطور بلدنا، احنا ما جايين هنا انا حتى نعيش حياة تعبانة. يعني انا اتعجب على ناس هواية تجي الاوروبا وما تطور من نفسها وتبقى على حطيتها. هذا البلد منطيك فرص هواية، استغل هاي الفرص وصير هنا. أنا هاي نقطة. نقطة ثانية ارجع على التعليق على المسلسل، يعني شارحي لي والله هاي فقيرة وذي زنقينة وهاي تحب الزنقين وهذا ما ادري شنو. بابا انتوا داخلين جامعة لازم تعطون فالصورة حلوة للجامعة، انه الطالب من يدخل الجامعة لازم يحكي عن العلم، عن الثقافة، عن التطور اكثر من الشغلات التعبانة اللي جاي يسولفون بيها. شوية ثقفوا خاطر محمد. هاي نقطة. نقطة ثانية، يعني اليوم انا قاعد الصبحية اباوع على الانستغرام، فشخص ما مشهور عنده بالقناة هواية متابعين على الانستغرام، فسألت سؤال يا بي من عنده مشكلة اقدر احلها؟ ولد شوية حليو يعني مو مثلي انا عيوني خضر وهاي لا. فأباوع التعليقات والله اني صديقي خاني، والله اني حبيبي عافني، والله اني معجبة بيك، والله اني الولد طرح لكم موضوع قال لكم منو عنده مشكلة اقدر احلها، منو عنده سالفة يدي سالفة انا اسوي له شيء. ما عندهم غير بس قال الحب حج الحب، خاني عشقته حب حبيته لكم. فكروا فكروا شوية شلون تطورون من نفسكم. عوفوا هاي السوالف ما توكل خبز والله. هاي كانت شغلتين انا يعني تعجبت بيها هاي الفترة اللي رحت بيها وغبت. اكو شغلات هواية راح نسولفها بس حتى لا نطول الفيديو، خلونا نشوف شو وقت نوصل لان اخذنا شوية استراحة هسه أنا والأهل، أخذنا استراحة وسبعة شوية راح نكمل طريقنا لفرانكفورت. مانين الشوارع مالتهم مناطق بخيل. بس يهلك تجي، بس يهلك تمشي بيه. نص غابات، نص أشجار. العالم في العراق لسه مستوية من الحر. وإحنا ندرج الحرارة 6. شباب، إن شاء الله عن قريب يعني ورا رمضان بالعيد ورا العيد راح نبلش نرجع نصور بالقناة. راح يصير تصوير حلو، مناظر حلوة، مكانات حلوة. إن شاء الله الكل يستفاد ويتونس ويانا بطلعاتنا، لأنه بعد استقر الوضع نقدر وش نسوي. هاي نقطة. نقطة ثانية، عندي مشروع لكم الناس اللي ما عنده شغل بالعراق، يا رب إن شاء الله الكل يستفاد. مشروع حلو ومربح وما بيتعب، أنت وبالبيت تشتغل.
انتظروني ان شاء الله على هذا الشغله اللي اسويها واعلمكم عليها، اسوي لكم فيديو كامل ان شاء الله الكل يستفاد ويصير عنده مصاري. فالتوفيق للجميع ان شاء الله. الشارع شلون نظيف، الجار Richtung Frankfurt Stadtmitte. Jetzt links halten auf die A648 Richtung Frankfurt Stadtmitte. شباب هسه حاليا وصلنا فرانكفورت، دخلنا بوابة فرانكفورت. Dem Straßenverlauf 2 Kilometer folgen. حاليا دخلنا فرانكفورت نيويورك. فتشي روعة، مدينة روعة روعة بالنهار. بالليل يجوز واحد ما يقدر يشوف الان ظلمة، بس بالنهار جنة صراحة. خوش باع باع العمارات باع. فرانكفورت هي نيويورك الثانية انا اسميها طبعا. تباعون فتشي باع. كل الشركات العالمية، كل الشركات المصنعة، شكو مراكز رئيسية للشركات المصنعة تلقوها هنا موجودة، تلقوها هنا حلوة ما تلقوها. باع بس باع فتشي روعة من أقولكم، يعني مكانكم خالي الله شاهد. إن شاء الله تنقسم لكم كلكم تجون لهنا تونسون تعيشون حياة حلوة تعيشون عيشة سعيدة. شنو هاي شركة كي ال جي شباركاسة خوش، كل الشركات تلقوها هنا موجودة. يعني راح اصور لكم المدخل، اصور لكم شغلات حلوة بيها ان شاء الله تعجبكم. ترى مكاننا خالي ومكانكم خالي، لان احنا ما نجدع من ترى لهنا لفرانكفورت. لعبالكم باع المنظر شنو هذا، وين هاي، هاي وين بغداد، وين بالطهمازية، وين هاي. بعد احنا ما دخلنا هسه العمارات الحقيقيه، بعدنا هسه حاليا بالبدايه، بدايه فرانكفورت. بس تونا دخلنا، بس تونا طبينا للمدينه. بعد شويه تشوفون شغلات. In 400 Metern halb rechts abbiegen in die Straße Friedrich Ebert Anlage. بعد لسه ما وصلنا للعمارات، بعد عمارات يا ابو عمارات. هاي العمارة ايش طولها؟ بس هاي كم طابق؟ هاي كم طابق هاي؟ لا لا سيطلع واحد يقول لك شنو ما شايف؟ اي ما شايف، لانه ماكو بالعراق هيك عمارات اصلا.
كنت اشوفه بالتلفزيون. شوف هذا الرجال المتحرك. Jetzt halb rechts abbiegen. هذا الرجال متحرك باعو. هذا يتحرك هذا الرجال باعو. بالتشاكوش يصعد ينزل التشاكوش. In 400 Metern links abbiegen in die Beethovenstraße. شباب باعوا هاي الأمارة. اليوم نفتر هواية إن شاء الله. حاليا وصلنا للسفارة. السفارة شنو القنصلية مالتنا. Jetzt links abbiegen und dann links abbiegen. هاي القنصلية مالتنا شباب. وين حاطيهم؟ وين حاطيهم القنصلية مالتنا؟ بس باعوا. Jetzt links abbiegen und dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Es befindet sich auf der rechten Seite. Okay. لازم نلقى لنا أول شيء مكان. لازم أول شيء نلقى لنا مكان. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Es befindet sich auf der rechten Seite. شين الأمارة هاي؟ ما تنشاف مو؟ تنشاف لا ما تنشاف. صار ليش قاعد افتر ادور له على مكان باعه كله من قزاز نري مصنوعه. شنو عم بندور مكان بندور مكان زين. لازم شو انه مكان هاي طبقنا السيارة وهاي هنا راح نطب هذا الشارع اللي هنا على مود نروح للقنصلية. تخيلوا الساعة الوحدة بثلاثة يورو الساعة الوحدة يعني ب 4500 دينار عراقي. بعد تباع المناظر تباع العماير فتشي منطقة تجنن. سمعت انه 3 ساعات 4 ساعات تطول لتخيج اخذ السيارة شمو مكان بخير لانه هو مو مال انت درست 3 ساعات. هاي هنا الباركينج ساعة واحدة ما يصير اكثر من ساعة مشكلة. طبقت السيارة لقيت المكان بلاش ورايح مرة ثانية اشوف شنو سالفة هاي المعاملة اللي ما تريد تخلص. مشكلة هنا مدينة مزدحمة لانه كلها صناعة وتجارة وعماير فهنا كله يصير بفلوس. البارك مو ببلاش يستفادون من هاي العالم تجي ربك لقينا ببلاش لان الساعة الوحدة بثلاثة يورو. اذا ابقى لي خمس ساعات خير من الله. شارع اكو مثل الحديقة بوع العالم هناك اذا تشوفوهم شوفوا العالم هناك ملتمة هو هذا المكان العالم تجتمع بيه على مود يجي هذا ما اعرف من هو اصلا يجيب لنا استمارة ويسوي لنا صورة ما اعرف يطق لي ورا شجرة قبل الشجرة. والله سوالف تعبانة عند العراقيين ما تخلص. اسبالك يعني اذا اجيت الاوروبا راح تخلص من القط مال العراقيين؟ مستحيل يقطوك لو كنت ببطن امك. تعامل الناس اللي بالسفارة ما له شغل خارج السفارة بس تعامل الناس اللي داخل السفارة محترم كلش. تعاملهم بأدب واخلاق فتشي يعني انا تعجبت يعني هسه من دخلت جوا وشفت تعاملهم وياي خاصه وياي يعني ما اعرفهم ولا يعرفوني بس من شفت تعاملهم وياي ظليت صافن يعني الحكي اللي كنت اسمعه سابقا عكس اللي شفته انا بعيني صراحه والله العظيم. واع واع من اقول لكم مدينه عباره بس عن ناطحات سحاب. واع هاي العماره واع شنو هاي هسه رايحين ندفع الاجور الرسوم مالت الجوازات وراها مباشرة نروح للسيارة ونرجع لان 3 ساعات يراد لي طريق يعني انا والخمسة او الستة اللي وصل للبيت. هسه بعد ما كملنا وبصمنا شوفوها اسناني كملت بصمته وعليه يمكن اثر بقى من عليه مسحته بس ما راح. بعد ما بصمنا هسه راح نروح للسيارة وننطلق الى بيتي. هم يراد لنا 3 ساعات احد ما نوصل يعني بالستة بالبيت ان شاء الله. منطلقين للسيارة
ادري ما شفت هواي شغلات، بس المشكله انه ركض بركض الله وكيكم. تعرفون ايش قد كلفني هسه؟ انا سويت 3 جوازات، كلفتني ما يقارب 3 جوازات 120 يورو. هاي بس معامله 120، 20 دفعت على مود اسوي استماير، و20 على مود الرسوم مالت الجواز، يعني كل نفر 40. اضربوها في 3 نفرات هاي 120. بس والدك هنا. احنا وين رايحين هسه؟ الاوتو. الاوتو يلا امشي الاوتو. الكادر القديم كان تعبان كلش حسب ما سمعت، يعني انا ما شفتهم بعيني بس حسب ما قالوا الناس. فالقنصل الجديد اللي اجى هسه للقنصليه موصي انه يجيبون كادر جديد، والكادر الجديد اللي انا شفته اخلاق واحترامه كلش منضبطين. وساعه هسه 2:30 ولا بشر عنده موعد بقى، كلها خلصت. بعد اسمعهم يقول له اكو بعد بالقاعه اكو ناس ما مبصمه، قال له لا كلهم خلصوا اليوم. قال يلا العاد خلصنا. يعني شنو؟ يعني ساعه بالاربعه دوامهم ينتهي، هم ساعه بالثنتين ونص كل العالم الجايه خلوهم يبصمون يروحون للبيت. كانت البصمه تطول ما يقارب سنتين حد ما تجيك بصمه، هسه البصمه صارت 6 شهور 5 شهور تجيك بصمه، والجواز ورا شهرين من تبصم، يعني من تبصم ورا شهرين يجيك الجواز. كان اذا تبصم ورا سنتين يجيك الجواز، واذا تريد بصمه يراد لك سنتين، يعني سنتين بصمه سنتين جواز 4 سنوات. حاليا بصمتك وجوازك 7 اشهر تكملهن او 5 اشهر 8 اشهر حسب. اوكي، يعني هذا الشيء انا اشوفه حلو. صح هو هوايه انه انت 8 اشهر 9 اشهر تنتظر على مود جواز، بس احسن من 4 سنوات. صح لو غلط؟ صعدنا بالسياره راح نشغل وننطلق المدينة كريفولد. يراد لنا خير من الله وقت، تعبان ما بيه حل، قوة جاي يسوق. نقول بسم الله. هسه شو نسوي؟ ندوس النافيغاتيون خي يشتغل الراوتر، بعد ما مشتغل هسه اشتغل نافيغاتيون. يا نجي تسيله ليتس تسيله وين نروح؟ لكريفولد على تسيزا اينشتيلن. هسه راح يقول لنا مين نتوجه، راح يحمل. Jetzt links abbiegen und dann links abbiegen. اموت على صوتك. يلا خلينا نتوكل بالله. بسم الله. هسه حاليا متوجهين لكريفولد، قدامنا هاي البنايات الحلوة العملاقة الرائعة الأكثر من الأروع. بعد خيلوا بعد لحد الآن جاي يسوون إعمار، لحد الآن هاي العمارة لحد الآن جاي يسوون بها إعمار وجاي يطوروها وجاي يعلوها. خيلوا احنا في زمن كورونا. Jetzt die zweite Ausfahrt nehmen. Jetzt die zweite Ausfahrt nehmen. يا اوكي عفوا شغل شغل. ماما In 150 Metern rechts abbiegen. وهسه طالعين من هنا ورايحين.